أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيها المثل للحياة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، السجينة من الأهوال بفضل الله وبرحمته أفير الصحابة مقرن جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. جليبيب من أنصار المدينة المنورة، أيها المثل اليوم يعمل إلا من أبسط البسطاء. سيد رب الخلق سبحانه وتعالى في كيسيب الذنانة دي الوجه ويزينا لعند قذم ودي القرارة دي شريك شريك دي قذم أي خطر دي خليقا سيد ربهم ونزرارة أزال يسعى لعبد غير سيد ربهم ميفكتي دي الهد قذم نسيدي دي خليقا ميفكتي دي الهد نسيدي دي خليقا، ولكن القيمة يسيون تزرارة حاشا سيد ربهم، ولكن أصحابي يجيب اتفرنا سيد ربهم ويزينا لعند قذم يسعى الوجه الذميم الذبركان وذميس يسعى الذمام الذي يسمعنا ويزهينا للقل يروح هذا غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن يسعى رسول الله إن الشهداء لا إله إلا الله وأنك رسول الله إن يسعى لك تسقصير ماذا قلنا أشمت إيش يفرق الذمام ذمام القدم أذيث منعك شمغار الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب غفويقين إني سبحان الله إني أكثم النعالة أفكتشو من الجنة في كسوه ويه سيدة أبو اسمه قيلة غير وذم نغر الصورة العادة نغر النفسية سيدة اسمه قيلة غير ويه سيدة أبو اسمه قيلة إذن سيدي النامي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سيدة أبو اسمه قيلة غير السرعة نغر الصورة سيدة اسمه قيلة غير الوليس أكذ العمل نكتب باكين إنيس شميت سقصد كان يا جليبيب إنيس يا رسول الله إنيس إسحبين نهو هين أذي ناس فني أم كل فريد يفرس يفرو ثغى في البرث ديون باش أذي فكي ليس باش يعني أذي ناس فني إنيس كنا دي صابريد كنين الدير في اللي تبرث الله أكبر. ولكن وش احنا في صلى الله عليه وسلم ان سرحه سرحه الرخام الفلان يقول له ثريول من الانصار ان سرحه غواص زرف كان يزرع وش فيه صلى الله عليه وسلم هو دان في شجاع ان سرحه من السنة ذلك يقارن في محمد صلى الله عليه وسلم في كيه ليه باش اللي يجوج يلس جليبي رضي الله عنه يروح على رخام يوثسنا في البرد يفقد وركزنيه إن ياسر أليه يقرر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أليه يثلس بغيف كذين لي إن ياسر سبحان الله اللي وغير يوين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذي سنة سبلهم إن ياسر الفرح ذا القرحان ويندو كان إن ياسر جليبي رضي الله عنه وأرضاه إن ياسر ماشي دي إيماني سيبك فغان فقش يشتكين إن ياسر يمكنهم إن ياسر يقيب وذ من برقز نين إنيش يفرق وين يشجع عربي كده يشجع كشين أم بعد السيد في الطوفيس الزوجينس الزدخل كخام ثنيس الوقت دي كثنا في البوث إنيس الجليبين إن ثنيس الشغل يفرق إنيس ذن في محمد صلى الله عليه وسلم في دي شجع باش أثن الناس واسم فكي لنا ثنيس مرحبا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انا وغا يوين وش يحن النبي صلى الله عليه وسلم صرف رحله قرانا في الناس ان الاسلام ان الناس ماشي ديما ماشي بيتي بغا ان شي بغا تجو لا يبين تعاود دم سلاي ما كندير لنا بركازي سلاي شو يفرغ وغد شجع انا ما غادي شجع جو لا يبين اشحال العباد يدي في مشواطه الصوره الصوره صوره دار ورنا لو يثن سبحان الله في ناس جاية من كبار الصحابة ما دروحن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونغض عمر بن الخطاب ونغض عثمان بن عفان ونغض علي بن أبي طالب أو غيرهم من الصحابة ما دروحن الناس من قال شجاع جليبيب
سبحان الله بعد سلات تقشيشتني داخل بخام تقشيشتني إلا نديم من تقشيشتني إلا ندي فاهم تقشيشتني غران القرآن الكريم يسنن القيمة من في محمد صلى الله عليه وسلم ثنية سبحان الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفكي وندرامر بعد كل من غدا عصم والظلم لهم اللي مسيد ربنا دي قارب اللي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وإن لا لنا المؤمن أما ذا القزة ما سنطوف هذا زرب اللي يمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمر سيد ربنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيون الأمر من بعد ذي سعى الاختيار ما ذي تبعنا وذي تبعنا الإنسان المؤمن دركزنا سنطفى دين السمع وطاعة أكل دين ربي أكل دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا في ذو هذا ذو سيد ربي وهذا ذو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذا شو كان لا تقربك ثني ذا شو ميسنا ثنيس في كثير غرورس سلح فيهم سيد ربي ويتصدق على يوم رغيب أثن ثبع سمع وطاعة الله أكبر هكذا يسنا فقشيشتك إكسان الفقه إكسان يفهم إكسان سيد ربي ذنب محمد صلى الله عليه وسلم وقويس يغيب جولي بيبغى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يا رسول الله فقشيشتني فقذي يفرح يس يزمو به النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا عيسى قشيشتني إنيس اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا أربي اسمي لازد الخير ذا اسمي لي أربي غوكا السيسه لستمع عشرين سنة ثم عشرين سنة دوني الله أكام عيث مثلا والميد عن في محمد صلى الله عليه وسلم يا الحيوفات جوليبيب يفذا غيسه قيم إيمانيس باش أدي زوج ودي ميت خشيش تليم إيز دي بكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أها كان يسيام أد السوين بشر روحنا غير قيران غزوة أحد والرسول صلى الله عليه وسلم إن يسكتشنين يا جليبيب وتصدغار غير غزوة أحد إن يسكتشنين تسقم حديث العهد للزواج إن يسكتشنين غير زوجينك ينسى تدرق غفل غزوين قد سيكي دارك شينا أمشي يخدم جوليبي بيث مثلا يخدم بحنو قافو قرويس تلثم شغل ماسك حشم الناس اللي فنن يخدمكي هنا يتلثم ويكشم ذا الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ودي فنن يكشم الدخي الجيش في المسن الجيش واهي عقين الزخي ويفذا ما يثمثل تفذا ما بكران ذا غزوة أحد ويوث ويجهد ويحارف المشركين أحارف النام القرحان الميموث جليبي من بعد المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم ناس نقار أخزر فيه دلوي بموثن الشهداء أيوة اكستشهد ذي الصحابة رضي الله عليهم جميعا ننسى رسول الله فلان 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 ودرت يدي يعودوا اسمه في الناس خسرت يدي أني وكام إقموثن ذي الشهيد ذي الصحابة ننس فلان 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 ذي أننا عاود ننسى اسمه ونسن أن بعد ذي ذي مسترة مرات الناس نذي في يد غف جليبي بني ذي الله نذي في يد جليبي بني ذي الله يزرعوا شمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بلي ازدخي الحرب قلا ازدخي الجيش قلا يداد نذن في الناس رميث وفانتي موث جليبي رضي الله عنه وعلا جليبي يحقى لمنس ينيش وسعى كرا الكتاف وسعى الشيم وسعى كرا يدي جفدا باش هذي يحمينا من الدم ويفكي يضربين وذن ماشي دو ذما الحميني غاشي غادي دابا قال ويزينا انا وذمين ساغ تشوش الفرد قوذم الخليقين ذميمة إلا يستشو أريد جذب باش أنا غادي يحمينا من الدم ولكن سيدي ربي غيكا يتزال
سيد ربي يرفع الشميس، سيد ربي يرفض القميص. ننسى رسول الله جليمي بن فاث الشهيد يموت، يروح الرسول صلى الله عليه وسلم غريب قد بيت غرق الرئيس، يفهم إلغى سبعة من المشركين قاعدون ربي إلغى يفهم الزينسي بعدو تنتيد إنسان الغاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يتشلو يتشلو من الهوى الجليبي بخزر كيف مثل باش الشيء هذا غير قاس من الصحة الضوير يكسى على زي غير سيدة ربي يكسى على ربي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الصفة قوي الدين ذا الإيمان يتشلو من غير قرويس. إنيس قتل سبعا ثم قتلوا، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. إني سين غام سبعة من المشركين بعد الغد جليبي بينو نكين جليبي، جليبي بينو نكين جليبي، جليبي بينو نكين جليبي، يعاود يزداد مرات. أما رزق جليبي المنزلة إكسا سيدي ربي إكسا عليا خاطري مثلا أحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الجن 30 جن أيات مثلا غزناس جليبي يرفضيه ذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك فسنيس جليبي وينضيث وإذا عيس خير الدعاء نغم قرآن 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 يا مسلم الطيب يصلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه كلا عمر دمنا غير الموثر ميد السنين أرميد السنين يفن نضر جليبي كل سيد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمني غير مثال وثنين موثر جليبي. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا عيسي في الطوف نيمة ثلاث لك حميسي لربين وحمين في محمد صلى الله عليه وسلم قفل جليبي أكن يبغي لهم الصفاس، أكن يبغي لهم ويسعى للشيء، أكن يبغي لهم ويسعى للقوة ويسعى للجهة ويسعى للجهة، ولكن يسعى الإيمان يسعى الحب ربين يسعى الحب لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إذا عيس اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. أربي سميري زدي في الضفنة سميري زدي ذي الخير ذا سميري أورك أشجع ربما عيشي سدى وعران. الله أكبر كان إثنثن إسيبها الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أنس بن مالك رضي الله عنه يقعش نطاس أكثر القرن يقعش إن تنظفنا نميك ذاكنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدوغين أجسم سبق الصحابان الوراثية كبار الصحابان الوراثية وإسمه لستشد ربي ذي الخارس ورشتي نيسان الشي ذي المدينة المنورة ذي يومنا من ساث وجعل الفركة سيد ربي يجعل الفركة بكفوسيس وثعشت معيشت العاية يقحب سيد ربي يقحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يد مثلا باش أبا نزار بالنين ماشي دل الشين نا ماشي دل الكتاف نا ماشي دل الجاه يعني نا ماشي دل القزن ما يسعفني عفل يسيب زمالة يتخرب سيد ربي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. سن إيمان بالعمل الصالح أي مثل ذوكين إذن الهدف الأساسي أن في غدخل قصيد ربي سبحانه وتعالى غير الدنيا يقارد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المهمة نغذ الحياة ذي العبادة إلا قد نعيش الزخين العبادة تصرفتنا مرة سن العبادة خرب ثذتنا مرة أكو الزخين العبادة. قال سيدي ربي سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كما يقول مثلا ماذا قلنا من عاش ازدخل الدين ازدخل العبادة وانتسال المهمة في ازدخل سيدي ربي أنا عايش الدنيا ثلاث أزديات أنا عايش السعادة الدنيا أنا عايش السعادة الأخرى. كما يقول مثلا إما يغدنا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى خلق كل البشرية عظمي من ديننا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إياك أدناقي بالله
أدي تكميل أدي قرض لا يبني ظن أدي قروة الزواد فإن خير الزاد التقوى المعني نسب لي أهديث أعوين آثوي وتعطينا الذي تذثرون ذي الدولي ذي صرحا أسقى بمسنون أسقى بصرحا ذي الدولي ذي العاجلة يتعدين رمشة عين أتشكشمون الذخي إن الحياة نتفكرها الحياة نتفكر مقر العاجلة أتشكشم ذي الحياة نتفكر مقر الحياة الدائمة الحياة الأبدية والحياة الأخرى كما يتمثل من الإنسان قد يتوخي قال باش أدي قيمة الدنيا يتوخي قد باش أدي روح اللخف باش أدي عقيم لهم ذو قسر وصول زرارة منه الوقت كبيره كل نفسي دائقة الماء وسقر رب لهم جهد غول وتنسف غرب لا يقل إلى قناع قلك نقل كما يتمثل إدخل فيضو يعي مالا ليون يعني ثقي قصة واقعية ثقي يتمثل روح دوين ورقازي يقول الزوجين صغار طبيب باش هذا الشواني وكذا زي ما يجي يبوي من الجهد ذي العبد الجهد ذي العزين ذي العبد ويهرب ويهيشارا ويسعر ويسعر الحاجة ذا مش تحث كان كيما اللي هي قلت يسعر يقدر ذي الناس شو ذا بطي صغار طبيب نيم باش هذا شو وليم والإنسان يقيم دي لصار ذا طنطة يسراجون من مالا دفاق ولكن يتمثل ثم تثنين يدفوك تفقد غير طبيب نيم تفقد صار وصفة عن صور الدنس أثم هيز دي مركزني نستنيس نسي كرم نوح ولكن مركزني نسوز دي سيارة أي خطر غرض تولني سرحت ذا سول أروح إني نسي يروح توفى في دي موث غفو كاسيهم كيف مثل يقوي ساتي سواني يوم يتفق توفى في دي موث يعني ورسا الدشي يثيغون ورسا الدشو يجي تشوك بليه الإنسان يتسكر يعرف صحاس إلى قد يعطيه كدنيا وتزود فإن خير الزاد التقوى الدقيقة ما هي الناس إذا ربي ما جلست عشر دقيقة ذلك إلى قد تهجر تهجر هذا خوش كامل وعوين وعوين الثوية العمل الصالح هذا الثيدس هذا ريني الهان وصل الوين الهان خدم الخير أمام الوالدين أمام الجيران أمام العيبة السمضة أمام العيبة السمضة خدم الخير وتسمع قيلا أن يوم يدخل ماذا على خطر وذنبينك نعم في تخدم ذاكني ذنبين تكزرانا يزرع أكل تفاصيل مرة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور كل شيء زرع سيد رب الخالق سبحانه وتعالى إن الإنسان الذي فارس تدثين سينز دقيم للدولي إلى الملي كان صبح يفد سسحين سيقلان إلى الذي فارس يخرج من العمل الصالح ألي يهجم هذا خطر ويزرع ما لقنا ما في دف من ديف وما لقنا في هذه من ديف ويزرع ما لقنا ما في دف ما في ديف الصباح كان يتمثل ينسى إن لقمان عليه السلام يميس ينسى ما زنس دوني ذيك سيا خارفة التربح ذي سنان ينسى ولكن وركات زنس ديا خارفة ذيك دوني ذا تخسر ذي سنان كما يمثل ذي شو يكسع على زاد ذي العالم الدينيس ماذا قلنا ذيك الشيء ما تفضي الديني ورسع الدشي تروح ولكن ماذا قلنا روح الديني ورسع الدشي تقيم كما يمثل جوليبيب وزدي فكار سيد ربي دي الشيء وزدي فكار ربي دي الصورة الهاني الصورة الهاني جزين يعني باش العفد هافز هذي دي جبل ولكن يفكيز دربيهم ولي صفان أم يطيجي يفكيز دربي الإيمان وإذا نشتقق إذا عويني الهان وإذا نشتقق يكسع عنا زي غير سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كيف مثل؟ أين إلا الدين إذا نشتقق يكسن أحسن يكسن أحسن ما كد يا مرسيد ربيهم ما كد يا مرسيد ربيهم صلى الله عليه وسلم أخذ كلامي لقد أدخل مضى ما كد ينهوم في كلامي لقد أزوخر كم؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ماذا الأمر من سيد ربيهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه هذا الاختيار استيقظ اتبعنا واتبعنا ما حدش ما اتبعنا خطر تسكي دقيقا إذا نسغد يمرا إذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الأمر لي صلى كثيرا كتنا قصدنا سمعا وطاعة خطر يقساس قيد غرس وكي حسن أما الضعاتنا والضعاتنا إذا وسابر الاختيار بويا يقال سيد ربي بويس يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أرث أوي سيد ربيهم أين سيكوني سيكوني ديوما إن تسمع الوطاعة إلى قد جوف سيد ربي السمع الطاعة يعني
أنا ديس في اللون دي عايث لا يكلف الله نفسه إلا وسعى وكده يتكلف على شوية مزجة برا ينا دائما ديني في عايك على دس تسدية حسب حد دوني تسب حالي يا يقال لي ما يحييكم باش نعقيب لي استعان سيد ربي وقتعان نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسيد زبرة سيد الدل حي إذا الصح بالحي ولكن ماذا قلنا وضع ضار سيد ربي وضع ضار نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا قال يعقيب بيش بلي دل مقثي إلا بابيش غسل الحي للصورة ولكن دل الحي مبني دل الحي ودل الحي ولكن باش أدي ابن آدم دل الحي دل الحي الحياة الحقيقية الحياة الروحية إلى قدر ضع سيد ربي أدي يستجب سيد ربي أدي يستجب إن في محمد صلى الله عليه وسلم كيف مثلا الحياة الروحية تجيس الحساب دخل بالساعة دخل من ابن آدم باش أدي ذي الحي الروحية أخذ الحياة الجسدية تجد حمية سيد ربي سبحانه وتعالى تجد الحياة الحقيقية سبحانه وتعالى الحياة الجسدية سعس الحيوان ولكن الحياة الروحية إسحاسيها عن الإنسان المؤمن كيف مثلا مريم من الحياة الجسدية من السلعة أخذ الحياة الروحية من الدين بالعبادة إذا قلت فوق الحياة الحقيقية سبحانه وتعالى ولكن بلا الحياة الروحية بلا العبادة وتنفي على الحياة الجسدية مثل في هذا قال هذا يتعيش الإنسان البهائم سبحان الله كيف مثلا كلب وين يبدو عن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى فغر وين العين فزرت كان سبحان الله فقال في نطوف دي المدينة المنورة مثلا زنجو إيه في كين يوم على سيدة يوم رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذينا ذي المدينة اسم الله الخليفة إن يسن أخطر ذا لنا ما نبي يفكيهم وثم قد يسنون زي يفكيهم ذي قيادة بيك خدم الجولة الدوير ذي المدينة المنورة شوالة المدينة يستعفى على يولي الحب ويستنيسي من بطنة غير ذخر ثنيسي إلي أبن يسا ما نبي يفكيهم ثنيس إلي سنة ثنيس لا ألا ما يبقى ثنيس الخليفة عمر يقرب وخطر ثلاثة أمان وسبب ثلاثة أمان يوم يفكين ثنيس بين لا عمر ذي الوقت قصة ذي الطاس أم ذاك من دزر عمر ثنيس ألا ما يبقى ماذا قلوا دزر عمر أربين عمر يزرع يغين ذي النام يفد الشعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروح تسخن الوخميس ينيس الزوج ينيس وثيان وخمي ذي النام إذا تسيخ فرس من نقزرة ينيس المسعى عاصم إنس أمين أتصاب تقشيش تنسينا لكن ربي عمر يزرعي غير أثو كان يقول بحيث مثلا ألي يربح إنسان الزواج نس مرينة يتبع طعن سيد ربي أتحم يتصقف ربي أتصفغض غفر ربي أتشكر غفر ربي أتكسر غفر ربي وذو أجل استكمال من الإيمان أكيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان عاصم ابن عمر بن الخطاب يزوج تقشيشتني سنان غسل بزرار عمر ربين عمر يزرار غير يغسطي بذاذاس ويقفيت أمي سنين سبحان الله زرف كان يتمثل يا حبيب ربي يتصدع الوالدين ولكن ما قيل يتمثل بعد اسمه يكزوج عاصم ابن عمر تقشيشتني ساندي تقشيش تمش بحثي مقار الليلة والليلة يقال على ويتيوان يوغيت عبد العزيز بن مروان جيسي ساند الزوجينس اسمين ديك زوجينس اني وغيت ساعة ذميس عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ما قيت كان تجرى العيان دا شو غيتساك سبحان الخالق عمر بن عبد العزيز خمس الخلفاء الراشدين أيضا مثل زينب بنت جحش إذا ليس عبدش من في محمد صلى الله عليه وسلم يوم رأسي ليس الزوجة زيد بن حارثة زيد بن حارثة ذا العبد ونسيت تفغرها تفغى سعر ذو الحور وتفغرها تزوج ذا العبد ولكن ثقفي يمس زيد يوم رأسي في محمد صلى الله عليه وسلم ثقفي فعشي ذس أيضا مثل ولكن اسمك الصوت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى بشد يحرم التبني
إفريس سيد بن حارثة رضي الله عنها وأرضاه اللي زينب بنت جحش إلى شفع الخير في جرسن، ولكن بالأسباب دائما إضارة تمسك ويجي مجسد سيد ربي ذي سبع سماوات وغسل في محمد صلى الله عليه وسلم. يكس سيد ربي الجائزة من تقفين الأمر اللي في محمد صلى الله عليه وسلم في البداية وفي الأخير، إذا تسمي الشغل تغير الزوجة لش أم المؤمنين كما يتمثل. مثل اللامة فضعت سيد ربي وفضعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حشنا على البحر عليه وفي بيسي قد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونقضى عن سيد ربي ويعيض عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يربح الذحم قرحا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني ولا يضع عن سيد ربي ويعيض عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي جنث إذا رد يقول يقال سيد ربي سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ونقضى عن سيد ربي يضع عن محمد صلى الله عليه وسلم يتسوى إذا خلق يربح يفاث سبحان الله. كيف مثلا؟ إذن ذاكين الدرس هذا في كان جليبي الدرس القرحان أنا أقول بلي نضدي نكسان أنور سيد ربي ذولي صفان نكسان أنور سيد ربي ذي العمل إكسان العمل الصالح للإيمان بالعمل الصالح إنسان مرة سيد ربي ماشي الصوران ماشي للجاه ماشي للكتاف ماشي للرمن ماشي للجزم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يجي أمسلي عزيز قرد إذا خاطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. إذن ما يروح ديون غرنس بغرون ثويم تذي مؤمن تنسين ذي مؤمن يعمل سيد ربي سي الحق والأخلاق ينس ذي عيدا ذي العام اكتشكي نفسي ذي ربي اكتشنا رومي سيدي ذي ذيس اكتشعيش ذي حياة يسعى أخلاق العائلة يحب سيد ربي سبحانه وتعالى إني قول ما تتر ناس فتس حشر بحاثة ربحان شحال عبادة لعبادة دروحين غرورك من هذه لو كان هذه سعود أخلاقيون العين يحب سيد ربي فرح اضطريت أسند الماضي يبواس كيف مثلا؟ وذي جهة يوين كذلك مثلي الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها فاضفع بذات الدين التلمة يدار إنه فانطوث سوى نسان نغتس تسوش يسد يسد أديش في ذنب بشت أتزوج أربعة الحوايج إما الشي ما تسعشي إما الزين ما لقى تسع الزين الجاه ما لقى تسع النسب في موجانيش يعني تسع عند كتاف تسع كبير في بلاد القرآن وإما لدينها تسع الدين إن الغربة تكون جفدت في جيل نظر ثبعت كنت ليس عنك الدين فاضفع بذات الدين تربة يديك ماذا قد تبعث لك نكسانك الدين سيد ربنا لذلك هذه زواجيني كان انسو الصين شبابنا باش أسعب المبادئ ادحب سيد ربنا كحب في محمد صلى الله عليه وسلم خطرك شيني ما بلاد ماذا قد لها ففرض لك نكسانك الدين ها شيني يسال اسمه كذلك سيد ربك كده رزقنا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين زيني أرسع كل جذل سيد ربي أكتن ورا دخي بويه وكتن أكتن ورا دخي بويه كم والناس بني أنا غل قوة إني أنا غل جهل أنا أرسع المويش بشو القوة إن غيرنا القوة سيد ربي وش زمر لما ذكرنا في إليه سيد ربي سبحانه وتعالى إذا فضف بذات الدين تريبة ذاك الدين أكيد جذل دي عارف أمل الجهة والجزء من الجهة تطوف كان يثبتني الدرس أضيف كان سيد ربي سبحانه وتعالى أضيف كان في محمد صلى الله عليه وسلم ذو الصحابي جليل جليبيب إنسان يغفر بالإذن دين يغذي الميزان الحياة الدنيا الشهوات النفس الزهون دنيا يفل
الحب ربي والحب لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يجا كل شيء يروح يثبان في محمد صلى الله عليه وسلم على الرجوة يموت الشهيد فندر الرحمن شهيد ربي الخالق خطر الإنسان هذا يمثل عيش ما شئت فإنك ميت واحمل ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك متجيء به عيش إنك يهجل الموتى تنفض حملوا لك أجلوا القرار وتفاقوا خلمين كأجلوا القرار أسوا حسب في الناس كذي قرر في صلى الله عليه وسلم ومن ينزل في الناس جبريل عليه السلام كي يسيدنا كان مثلا إذن الإنسان إلى قد يعقي بالنعم وين مطروح على الخاطش ورسال الشيء سبحانه وين ماذا قلت له وين مطروح على الخاطش ورسال الشيء سبحانه كان مثلا من الجليبين يربح يخاف ينس في جنات النعيم ترجل اثنين ده شيء أشحيتي ترجل يرون في الزواج الدولي يروح الحب ربينا الحب اللي بمعنى صلى الله عليه وسلم يموت الشهيد 72 من الحور العين اثنين ترجل كي تقارب في العلماء يتمثل هي ترجل الإنسان المؤمن أي وزهاد الدولي في جهود يخاف وثبتوا ثنين القبيلك نعمة جليبيب غس يسعى الذنابة بوذم غس من قلنه ويسعى للشين غس من قلنه يسعى ويسعى للكتاف ويسعى للمك كرم هذه جفن دي الرومان الدولي في قبيتي من سيد يمر الرسول صلى الله عليه وسلم ضوع سيد ربي ثعوه ضوع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثغل إجاء سيد ربي إفقيس للدين إفكيس للشين إفكيس الفركة إفكيس القناعة إفكيس شخصيا ثغي الصحابة رضي الله عليهم جميعا الصحابة غير مقرن على يتنسى الزين غير الرسول ولا تياوين ولا تياهم ثم تثنين ويذكر سيدي ربي ذي ثلث الدين اسم الله فعاش اكني تيقى حاكم يحب سيدي ربي وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قال ضع سيدي ربي ان ضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اي دينا يرد يوما ان نخدم ان في دينها الى قدس الاخر كان يتمثل ونقرر الدنيا داخل البويه والنار تجاه يا ربي كفس النار ماشي البويه والنار كيف مثلا رجع يا ربي بذكر رضوان سيدي ربي رضوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجع ربي من المؤمنين حق الايمان اول تغلب في الله في نفسنا اول تغلبت في الله الشهوات رجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.